حلوة إن شاء الله، وصفاتنا جديدة وحلوة. أول وصفة هعملها عجة القرنبيط. في الشتاء والبرد ده إحنا بنحتاج طبعا ناكل خضار كتير، والخضروات الصليبية من أكتر الحاجات اللي بتدينا قيمة غذائية عالية. هنقول المقادير بتاعتنا: نص قرنبيطة صغيرة، وردات صغيرة. بصوا القرنبيطة بقى مقطعها صغنن قوي كده، مش عايزاها كبيرة علشان ما تبقاش ضخمة قوي في العجة، ومش عايزة أفرمها خالص بحيث ما تبانش. عود أو عودين بصل أخضر، وده اختياري، معلقتين كزبرة خضراء، بصلاية مبشورة، 3 فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبات فلفل رومي مفرومة، معلقتين بقدونس، معلقة زعتر، ربع معلقة كمون، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ما تبقاش مليانة قوي بيكنج باودر، معلقتين كبار مليانين دقيق، وأربع بيضات، وهستعمل زبدة وزيت. من تاني: نص قرنبيطة صغيرة متقطعة وردات، ممكن استعمل بروكلي بدل قرنبيط زي ما انت عايزة يعني. المهم ان انا بعملها على البخار. عود بصل او اخضر او عودين زي ما انت عايزة برضو، معلقتين كزبرة خضراء، بصلة مبشورة، 3 فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبات فلفل رومي مفرومة، معلقتين بقدونس، معلقة زعتر، ربع معلقة كمون، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار مليانين دقيق، 4 بيضات، زبدة وزيت. اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجه القرنبيط بيتعمل على البخار عشان يحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته، ما بسلقوش عادي، على البخار افضل. عايزه تسلقيه عادي اوكي، بس الميه قليله يعني علشان الفيتامينات ما تنزلش فيها، فالميه تكون قليله. فانا هنا عاملاه في مصفى على البخار، ده اول حاجه اعملها. تاني حاجه هقولها لك، انا الطاسه اللي انا هحمر فيها الخضار مش هي اللي هعمل فيها العجه. ليه؟ لان انا لما احمر الخضار في طاسه واجي اعمل فيها العجه هتلزق فيها، انا مش عايزاها تلزق، فناخد بالنا ان انا اعملها في طاسه لوحدها. هاجي هحط هنا، هحط الزبده، هحط زبده مع الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، زبده وزيت. اول حاجه هحمر البصل مع الفلفل الروم. والفلفل الحراق ممكن تستعملي شطه بدل الفلفل الحراق، وممكن تستعملي بابريكا لو انت ما بتحبيش الحراق. البابريكا هتدي طعم، مش هتدي طعم حراق، لان البابريكا دي عباره عن فلفل رومي اللي هو القرنقوطي مجفف. وزي ما قلنا في منها عادي وفي منها مدخن، والمدخن طبعا بيبقى احلى كتير من العادي، بيدي فليفر مختلف كده. فلو مش عايزه طعم الفلفل الحراق ممكن تستعملي بابريكا. بصوا انا لازم يستوي معايا وريحته تطلع، يعني البصله تصفر شويه كويسين. في الوقت ده هضرب البيض، هضرب البيض بتاعي، هضربهم وهحط معاهم البهارات. ممكن تحطي معاها معلقتين لبن لو تحبي، برضو بيديها هشاشة، بس البيكنج باودر هو اكتر حاجة هتخليها ترفع وتبقى هشة. خلاص ادي الكمون، عايزة اقلب ده علشان ما اسهاش عليه. يبقى حطينا الكمون، هحط الزعتر، البيكنج باودر، والدقيق بعد كده، واضربه كويس جدا علشان ما يكلكعليش فيها، يعني لازم اضرب الدقيق معاهم هنا عشان ما يكلكعش. هحط هنا الثوم لان ده خلاص ابتدى يصفر جامد، فهحط الثوم عشان اقلب الثوم دقيقه واحط عليه بقيه الحاجه. خلاص ادي البيكنج باودر والدقيق، هرشه كده. حسيتي انها سميكه معاكي ممكن ايه تحطي لها شويه لبن او معلقتين ميه، بس اهي كويسه. هحط فيها
معلقتين الكزبرة ومعلقتين البقدونس اهي ريحتهم خلاص كده بقت زي الفل. هشيلها من على النار. البقدونس والكزبرة بحطهم في البيض مش هحطهم يتحمروا خلاص كده. هحط ملح وفلفل وطبعا حسب انت مملحه القرنبيط ولا لا، فالافضل انك ترش عليه ملح علشان تظبطي ملحه ما تجيش شكل العجه يبقى القرنبيط لان احنا مقطعينه حتت وردات ما تلاقيش الطعم متباين يعني حاجه فيها ملح وحاجه لا، فما تكتريش ملح في البيض ورشي شويه ملح على القرنبيط كده اهو. بعدين هاجي اقلب معاهم الخضار دي. زي ما قلنا انا مش هحط العجه في الطاسه اللي انا حمرت فيها، هحط طاسه تانيه على النار يكون ليها غطا محكم لان انا هعملها على النار مش هعملها في الفرن، يكون الغطا محكم علشان تستوي معايا من فوق علشان ما اجيش اقلبها وتتقطع ويبقى شكلها مش حلو. خلاص فالطاسه دي يا دينا. دينا الو خط قطع معلش يا دينا كلمينا تاني. هحط الزيت والزبده على ما يسخنوا. خلاص يبقى احنا قلبنا الخضار اللي اتحمرت مع البيض والدقيق، وزي ما قلت لك عايزه تحطي معلقتين لبن او معلقتين ميه اوكي. وبعدين هحط القرنبيط نصه الاول معاها. يا دينا الو ازيك يا سارة؟ ازيك يا دينا عامله ايه يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله وحشتيني. وانت كمان يا قمر عامله ايه؟ الحمد لله تمام. خلصتي امتحاناتك ولا لسه؟ خلاص اخر يوم بكره. يلا بالتوفيق يا رب كده ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن اسالك على سؤال؟ عينيا يا حبيبتي. انا بعرف اعمل الكب كيك بس لما اجي احط جواها شوكولاته احطها ازاي؟ شوكولاته ليه؟ شوكولاتات صغيره ولا حبه شوكولاته كبيره؟ لا يعني حلوه كده شويه حلوين. اوكي ماشي يا قمر عينيا ليكي. سخنت الزبده والزيت هحطهم، هحط العجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وافردها بالراحه وهحط القرنبيط الزياده على الوش كده عشان يبقى باين يعني مش كله متغطي بالبيض عايزاه. خلاص وهغطيها وهوطي النار، بس هوطي النار امتى؟ لما احس انها ابتدت تجمد من تحت كده اهي. هوطي النار عليها وهغطيها عشان تستوي. بعد كده يا اما هقلبها يا اما هحطها تحت شوايه الفرن وهوريكم هنعملها ازاي. خلاص احنا دلوقتي هنروح فاصل. يبقى انا عملت الخضار وعملت حطيتهم على البيض وعلى القرنبيط وحطيت العجه في الطاسه وطيت عليها وغطيتها علشان تستوي.